لك قصة ثانية مع الشيخ صباح السالم الله يرحمه. اي والله الله يرحمه كان قريب الحديدة من كل حكام الحديدة قريبي والحمد لله من الشعب. القصة بعد ما ردينا أعطينا بيوت اللي هو كأس الخليج 76 كأس الخليج نعم. فهدايا بيوت يعني هذا شيء ما صارت. لما الامير احنا قاعدين وياما كان احنا بالسعدون هو رئيس اتحاد القدم كان قاعد كل الفريق كان الله يرحمه الشيخ فهد الحمد قاعد ايضا فموجودين. دش الامير وقفنا بعدين قعدنا شل لي انت كذي شاور لي قوم قوم الامير جمع قاعدين كبير خفت الصراحه منه. كان الشيخ سالم الصباح وزير الشؤون ايامه قال لي شوف اذا ما تضبط اعصابك ولسانك وخر اوف وخر على الميكروفون. قلت له اوه ايش هذا؟ قال لا لان انا مباراه العراق الاولى صار في حكي اللي سنه 76 انا قايل حكي عن الفريق العراقي وان يعني نعم فمتابع ما شاء الله. قلت له هذا تعرف يعني والله يعني تعليق وش اللي يصير الامير وقاعدين طالعك شيء لا بس شوف عاد احنا بنعطيهم بيوت وانت اول واحد فيهم كان اللي طالع كل يوم نادني زفني وعطني بيوت. الله يرحمه الله يرحمه رحمه الله عليه كل يوم نادني زفني طالع وعطني بيوت هو السالفه زين.